أحيى المؤمنون من كافة أنحاء المملكة الحج المسيحية إلى مزار السيدة العذراء سيدة الجبل في عنجرة بمحافظة عجلون، حيث التأم الآلاف بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران مارون اللحام والمطران ياسر العياش وراعي الكنيسة الأب هوغو ولفيف من الآباء الكهنة وجموع من الراهبات من المؤسسات الرهبانية المختلفة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. وفي كلمة للأب الدكتور أشرف النمري رحب فيها بالحضور والمشاركين وداعيا الله أن تكون ثمرة هذا الحج سلاما وبركة للأردن والعالم أجمع. وتحدث المطران الشوملي في عظته عن أهمية المكان الذي يحتفل به في شهر حزيران من كل عام وعن دور السيدة العذراء في حياتنا وشفاعتها لنا لدى ابنها القدوس. ولا بد أن نذكر بعض الآيات من الكتاب المقدس التي تحثنا أن نتمثل نحن أيضا بهذه الصفات المريمية، إذ يقول القديس بولس: ليود بعضكم بعضا بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم لبعض، كونوا للقديسين في حاجاتهم مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء مبادرين، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. والآيات التي تتكلم عن المحبة في الكتاب المقدس لا تعد ولا تحصى. لتكن مريم شفيعتنا في كل صعوبات حياتنا ونموذجاً لنا كل يوم. يا مريم سيدة الجبل صلي لأجلنا. ورفع المؤمنون الصلوات والطلبات أمام مذبح الرب متضرعين وطالبين شفاعة الأم البتول سيدة الجبل. حيث شاركت جوقة ينبوع المحبة مع جوقة الكنيسة في إحياء القداس الاحتفالي. وفي ختام القداس قدم الأب فادي ثابت مجموعة من التراتيل المريمية العذبة تكريما لأمنا مريم العذراء. يشار أن مزار سيدة الجبل قد تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف النعمات كتكريم للسيدة العذراء، واعتمده الفاتيكان كأحد أهم المواقع الدينية للحج المسيحي في الأردن، وتعود أهميته إلى الاعتقاد بأن السيد المسيح وأمه القديسة مريم أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح يتنقل مع تلاميذه بين الناصرة والقدس عن طريق الأغوار، مارًا بأم قيس وطبقة فحل وجرش ثم عنجرة ومنها لنهر الأردن المغطس، وقد بنيت فيه الكنيسة عام 1932، وأحضر تمثال قديم من الخشب للسيدة العذراء نصب في كهف صغير بني داخل الكنيسة.